السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول ثانوي والفرع الأدبي، تحية طيبة. وبعد، اليوم في مادة الثقافة المالية راح نكمل المواضيع اللي أخذناها، أو خلينا نحكي الموضوع راح نتكلم فيه هو تابع لآخر مواضيع تكلمنا فيها، اللي هي مواضيع خلينا نحكي دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. وتكلمنا في دفتر اليومية عن عملية تحليل القيد المحاسبي، والى شقين، القيد خلينا نحكي جزء المدين وجزء الدائن، او حساب المدين وحساب الدائن. كيف حللنا، تعلمنا كيف نحلل القيد، كيف نسجله في دفتر يومية، ومن ثم كيف نرحله لدفتر الاستاذ. وبما يخص دفتر الاستاذ، تكلمنا باختصار عن عملية الترصيد وعملية خلينا نحكي الترحيل والترصيد، وعمليات التدوير وعمليات التدوير. وقلنا كلمة تصوير، كلمة تصوير إلها دلالة. بتمنى ترجع للفيديوهات تعرف شو يعني كلمة تصوير. لما أجي أحكي لك سؤال، صور لي مثلا حساب الصندوق، اتفقنا؟ معناته رحل ورصد. اليوم راح نتكلم عن إشي اسمه ميزان مراجعة، وهذا الموضوع لا يقل أهمية عن المواضيع السابقة اللي تكلمنا فيها. فميزان مراجعة باختصار بدك تعرف معناته، وبدك تعرف أهميته. باختصار، أهمية ميزان المراجعة اللي هو التحقق من سلامة عملية التسجيل في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. يعني إحنا بنعمل ميزان مراجعة حتى نتأكد إنه هل تسجيلنا في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ هل هي عملية صحيحة وما فيها أخطاء. لذلك أنا عندي إشي اسمه ميزان إيش؟ مراجعة. مراجعة لإيش؟ لدفتر اليومية ودفتر الأستاذ، بس هو خاص بدفتر الأستاذ، اتفقنا؟ طبعا هو يعد مؤشر أكيد لصحة أرصدة الشركة. هذا بما يخص ميزان المراجعة، وطبعا في له انواع راح نتعرف عليها ان شاء الله كمان شوي. ميزان المراجعه باختصار هي عباره عن قائمه طبعا بايش قائمه؟ قائمه حكينا بالحسابات، تحتوي جميع حسابات الشركه في دفتر الاستاذ، وهدفها التحقق من سلامه عمليه التسجيل في دفتر يومي دفتر الاستاذ. هذا السؤال، ما الهدف من ميزان المراجعه؟ هي الجواب، هدفها التحقق من سلامه عمليه التسجيل في دفتر يومي ودفتر الاستاذ. بالنسبة ل خلينا نحكي ملاحظة عندي هون، يعد توازن الميزان مؤشر لصحة الأرصدة. شو يعني توازن؟ يعني أنا عندي الرصيد المدين يساوي الرصيد الدائن. هاي باختصار، هذا أقل إشي أنا ممكن أحكي لك إياه. توازن ميزان يعني مدين ودائن. إذا عندي الجهة اليمين تساوي، أو الكف اليمين تساوي الكف اليسار، معناته شغلي أنا صح 100%. إذا غير ذلك معناته في إشي غلط عندي أنا، في عندي إشي غلط في الحسابات. طيب أنواعه، عندك نوعين رئيسيات اثنين، هو أول نوع المراجعة بالأرصدة، والنوع الثاني المراجعة بالمجاميع. بالأرصدة وبالمجاميع. بالأرصدة يعني من اسمه أرصدة، عندك مدين، رصيد مدين ورصيد عندك دائن. بالمجاميع عندك مجموع المدين، وعندك جهة فيها مجموع الدائن، اتفقنا؟ كيف الآن مع الأمثلة راح إيش يبين معاك ويوضح معاك هذه المصطلحات. طيب نأخذ ميزان مراجعة بالأرصدة، كيف الشكل العام له؟ الشكل العام هذا هو جدول في اسم الحساب، مثلا صندوق، على سبيل المثال بنك، ذمم، مدينة، ذمم دائنة، ذمم مدينة، ذمم دائنة، اتفقنا؟ طبعا عندك مقابل كل حساب بده يكون إما رصيد مدين أو دائن. وهسه راح نتعرف باختصار مجموعة الحسابات عندي، وكيف تقدر أنت تصنفها، هل هي مدينة ولا دائنة، هذه بدك تحفظها، اتفقنا؟ هذا ما يخص ميزان المراجعة بالأرصدة، بدك تحفظ مطلوب منك هذا السلايد بشكل عام. ميزان المراجعة بالمجاميع، بدك تعرف اسم الحساب، في عندك في داخل حساب مثلا عندك جهة فيها مدينة وجهة ايش؟ دائنة، بدك تجمعهم وتصنفهم وتضعهم في هذا الجدول. كيف؟ برجع بقول لك في المثال يتضح البيان، اتفقنا؟ في المثال. خلينا نشوف والله هذا الجدول شباب، وهذا الأرصدة هذا الشكل، إما دائنة حكينا أو مدينة. بدك تحفظ، حفظ يا حبيبي الله يرضى عليك، هذا الحفظ بيساعدك في أثناء حلك لميزان مراجعة بالأرصدة، اتفقنا؟
بدك تعرف انه القروض واوراق الدفع والايرادات والمبيعات وراس المال واي ايرادات مقبوضه مقدما ومصروفات الى اخره، هاي دائنه، تعتبر دائنه. طبعا مصروفات مستحقه الدفع، اتفقنا، هي تعتبر ايش؟ دائنه. بينما الصندوق والبنك واوراق والمصاريف، شوف ركز، المصاريف تعتبر مدينه، لكن مصروفات مستحقه الدفع، مستحقة الدفع عبارة عن ايش شباب؟ دائنة. يلا، فهاي الشغلات او هذا الجدولين، الجدول الاول، الجدول هذا والجدول هذا، بدك تحفظهم مثل اسمك، بدك تحفظهم مثل اسمك، بتمنى انك تحفظهم حتى تقدر تحل في المستقبل بكل سهولة. طيب، ناخذ اول مثال. فيما يلي ارصد مستخرج من سجلات شركة بيسان التجارية في سنة مثلا 2016. تابع عندي، عندك هنا بيجيك بصيغة السؤال، عندك أرصدة حسابات، هذه الحسابات بدك تصنفها. شو المطلوب الآن؟ طلع شو مطلوب منك. مطلوب منك إيجاد أو إعداد ميزان مراجعة بالأرصدة. بالأرصدة معناته بدك تصنف. أيوة، كيف بدك تصنف؟ انتبه علي، بدك تعرف يا صديقنا العزيز بناء على الجدول اللي حكينا فيه قبل شوية، انه هذه الحسابات بطبيعتها معظمها دائن معظمها مدين، معظمها دائن معظمها ايش؟ مدين. الصندوق، خليني شوي بلا اللون الاخضر، اللون الاخضر، يلا، الصندوق مدين، الاثاث مدين، الذمم دائنة من اسمها، من اسمها ايش؟ دائنة، اسمها دائنة. وعندك يا سيدي العزيز المبيعات، هنا مبيعات عبارة عن دائن، رأس المال دائن بطبيعتها، بطبيعتها دائنة. بينما السيارات الأصل طبعا، والبنوك والرواتب والمسحوبات الشخصية والمصروف الإيجار، هذه بطبيعتها يا شباب مدينة. إذن هذه مدينة، مدين 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 مدين، والذمم الدائن عبارة عن دائن، ورأس المال دائما وأبدا دائن، والمبيعات دائما دائما. خلينا نشوف الحل. إعداد ميزان مراجعة، ما دام قال لك إعداد ميزان مراجعة معناته أنت يا صديقنا العزيز في عندك جدول. هذا الجدول بيحتوي بداخله شغلات، بيحتوي بداخله اسم الحساب و الرصيد المدين والرصيد الدائن. تيجي تحكي باختصار، باختصار هنا اسم الحساب، اسم الحساب اول واحد صندوق، تيجي تحكي صندوق، تيجي تحكي صندوق، ماشي، هذا صندوق، ترتبهم ترتيب عادي، هون بعدين اثاث، اثاث، الثالث ذمم، ذمم ايش؟ دائنة. وعندك بنك، اللي بعده سيارات. شايفين شباب؟ اول خطوة الى اخره، كل الحسابات هاي برتبها بكتبها هون. بعدين في عندي انا ارصدة، ارصدة دائنة، أنا باختصار طبعاً، وأرصدة مدينة. أيوة، هون المهم شباب، هون المهم، المهم تعرف إنه أنت تصنف هاي لمدينة دائم، ماشي. نأخذ الجدول الآن اللي بعديه نتعرف عليه بطريقة أوضح، ونشوف كيف رتبنا. إنه الصندوق 3000، 3000 يجيها من مدينة ولا دائم؟ هون هي مدينة، اتفقنا. الأثاث عبارة عن مدين، معناته هون 3000، سوري 1000 الى اخره. خلينا نشوف الجدول، ماشي، طلع لي. يلا، الجدول هون عندي انا اسم الحساب عادي، هاي صندوق، صندوق، الاثاث، اثاث، وعندك ذمم دائن، ذمم دائن، وعندك بنك، بنك، سيارات، رواتب، مبيعات، سيارات، رواتب، مبيعات. انا رتبتهم ترتيب، انا رتبتهم، هاي اول خطوة، اول خطوة، خطوة رقم واحد رتب، ماشي. بعدين ايش؟ صنف،
بعدين صنف، نمسك الصندوق، الصندوق هاي قديش؟ 3000 دينار. 3000 دينار هل هي دائن ولا مدين؟ بسأل حالي بناء على الجدول المكتوب عليه حفظ. الصندوق عبارة عن مدين، بعدين الأثاث مدين، الدائنة الإمام دائنة عبارة عن دائن، أرصدة دائنة، وعندك البنك 4000 عبارة عن مدين إلى آخره. رأس المال، رأس المال شباب هيو عبارة عن دائنة، بتجمعهم بترتب، شوف صنف رتب بعدين جمع بالأخير. شباب إذا طلع هذا المبلغ يساوي هذا المبلغ معناته شغلك صح 100%، 100%. هذا بما يخص ميزان المراجعة بالأرصدة. الموضوع بسيط جدا، ما بده تعقيد، اتفقنا؟ الفكرة فيه إنه تقدر تصنف الحسابات اللي أعطيتك إياها في الجدول اللي قبل، اتفقنا؟ بدك تعرف، حتى تعرف انه ال 3000 تحطها باي جهه، جهه المدينه ولا الدائنه، بناء على ايش؟ بناء على اسم الحساب، اتفقنا؟ يلا نشوف الان. هذا طبعا مثال لك، اختبر نفسك، حله في البيت مش غلط، يعني موضوع بسيط جدا. عندك العقارات تعامل معاملة المباني، رواتب مستحقه الدفع، مستحقه الدفع، راس المال، صندوق، مسحوبات شخصية، ملخص الدخل، خسارة، هذا ما مش مطلوب منك، ماشي؟ هذا بدري عليه، ماشي؟ ملخص الدخل، خسارة ولا ربح ما لك فيه، ماشي؟ انت اشتغل، مطلوب اعداد ميزان المراجعة بالأرصدة. يلا فيما يلي حسابات هون بالمجاميع، خلينا نطلع هنا. عندك اعداد ميزان المراجعة بالمجاميع، اعداد ميزان المراجعة بالمجاميع. عندي أنا مثال في ميل الحسابات مع أرصدتها، ظهر في دفتر الأستاذ لمؤسس الأقصى، المطلوب إعداد ميزان مراجعة بالمجاميع. هذا النوع الثاني، النوع الثاني احنا نتذكر أنه هذا الشكل، الشكل هذا شايفينه منه له، هذا الشكل بإيش بذكرك؟ بذكرك بدفتر الأستاذ لصفحة الصندوق، صح؟ وقلنا إن هون في طرف مدين، هون في طرف دائن، في طرف مدين وطرف دائن، اتفقنا؟ طيب الآن بدنا نعد حسابات. أول شغلة الشكل العام اسم الحساب، تيجي تكتب صندوق، يعني صندوق هذا أول نقطة أنت بدك تسويها. بعدين شو بتساوي؟ تيجي تحكي عندي أنا مجموع الطرف المدين ومجموع الطرف الدائن، ايوه معناته انا في عندي مجموع هنا، ماشي؟ باجي الطرف المدين، الطرف المدين بجمعه، ماشي؟ شو بحكي؟ جهة المدين منه 12000 زائد 18800 قديش؟ يساوي 30800، 30800 12 زائد 18 30 و 800 ألف ايش؟ دينار. هذه الجهة المدين، باجي بكتب انا 30800. باجي جهة الدائن، سيبنا من هون، الرصيد المدين لا تتدخل فيه، هذا رصيد مدين انه يدور، تذكرنا انه هون هذا الرصيد يصير رصيد مدور، انا ما الي شغل فيه، ما الي شغل فيه، انا الي شغل في مجموع الأرصدة المدينة ومجموع الأرصدة الدائنة، اتفقنا؟ يلا نيجي لجهة الدائن، الدائن عندي 6500 زائد 4200، 4 و6 10 صح؟ 4 و6 10 و700، 10 و700 18700. إذا هون عندي أنا 18700 دينار. هاي أول حساب. إذا عرفنا كيف الحل؟ نأخذ مثال ثاني. يلا طبعا هون شباب اسم الحساب، طبعا أنا السؤال طويل، فأنا كل حساب مسكته ونقلته هون، حساب صندوق، بعدين بيجي حساب البنك، حساب مشتريات، وكررت عملية الجمع، خلينا نحكي في كل مرة. يلا حساب الصندوق حكينا احنا 30800 هون،
وهون 18,700، 30,818,700. ناخذ النوع الثاني، يلا الحساب الثاني البنك. البنك عندي انا يا سيدنا العزيز طلع لي عندي 7,400 وعندي 780 دينار. تكتب هون في شيء هون مبالغ؟ ما في. لا تنسى وتقع بالغلط، دير بالك تحسب هاي مع هاي، هذه لحال رصيد مدين، لانه هذا يدور يصير رصيد مدور. اتفقنا؟ دير بالك تجمعهم 870 زائد 600 6,626، دير بالك. اذا جهة المدين، جهة المدين كم؟ 7,400، 7,400. وجهة الدائن 780، 780، 780. يلا 7,400 و 780. ناخذ النوع الثاني مشتريات. طبعا شباب كله نفس الشيء، مشتريات اخذنا المجموع هنا جمعناهم، بعد ما تجمعهم بيطلع تقريبا معك 2,100 او 21,700، 21,700. هذا لاحظ عندي هون رصيد مدين. شوف هذا السؤال، عندي مشتريات الطرف المدين جمعناهم 4,200 6,511، طلع 12 او 21,700. عندي جهة المشتريات فلاحظت هذا الرقم نفس هذا الرقم او نفس هذا الرقم، معناته انا عندي المشتريات 0 دينار، معناته انا ما في عندي انا جهة دائمة. ماشي؟ كيف ينكتب هذا في ميزان المراجعة؟ كالآتي، تمسك ال 21,700، 21,700 هذا مدين، والطرف الدائن لا يوجد. وصلت شباب؟ يلا ناخذ اللي بعده. اللي بعده طبعا شباب نفس الاشي باختصار، جمعنا هذا المبلغ وجمعنا هذا المبلغ. لا توقع بالغلط، هذا بينحسبش رصيد مدين لانه ايش؟ يدور ما بينحسب. جمعنا ال 12,100 زائد 1,100 بيطلع عندك 13,200، وال 4,500 الجهه الثانيه. طبعا شباب رصيد الميزان المراجعه سهل جدا بالمجميع، سهل جدا بالمجميع. عندنا شوف هنا عندي انا من هو ولا هو، نفس المبدا، نفس المبدا دائن ومدين. عندي انا الرصيد الدائن لا يدخل في الحساب تبعي في ميزان المراجعه لانه يدور. 6,400 زائد 200 6,600، 6,600. وعندك 7,800 زائد 6,400 يساوي 14,200، 14,200. طبعا الله يرضى عليكم، بتمنى انه انتم تنتبهوا معي، والموضوع بسيط جدا، ما في داعي انه يعني نشرح فيه كثير الا بعض النقاط الاساسيه مثل هذا الموضوع. يعني قلنا اذا هون عندي انا جهه المدين، جهه المدين عندي هون كان في مبلغ، وجهة الدائن، جهة الدائن شباب ما في مبلغ، هذا احنا بنسجله بشرط الشحطة او صفر. اتفقنا؟ حتى نعرف انه ما في عندي اشياء، ما في عندي انا حساب دائن. طبعا بالنهاية، بالنهاية شوف ان راح ناخذ اسئلة امثلة كثير احنا. بالنهاية يا شباب، بالنهاية الله يرضى عليكم، بدك تتأكد، بدك تتأكد انه انا عندي المبلغ هون، هون المبلغ يساوي هذا المبلغ. اذا يساوي هذا المبلغ معناته حلي صحيح 100%. اتفقنا؟ الله يرضى عليكم. باختصار احنا اخذنا اليوم حصتنا خفيفة لطيفة، اخذنا شو الفرق ما بين ميزان بالارصدة، مراجعة بالارصدة، وميزان المراجعة بالمجاميع. حكينا الارصدة المدينة وأرصدة دائنة وحساب هذا خاص بالأرصدة، عندك مجموع الطرف المدين، مجموع الطرف الدائن هذا خاص بالمجاميع. ولهون إن شاء الله إحنا بنكون يعني نشوف غطينا خلينا نحكي 90% أو خلينا نحكي 95% من الدوسي اللي معاك وبين إيديكو. بتمنى يا شباب إنك تدرس وتثابر وتجاهد وتضع خلينا نحكي هدف أمام عيونك. نسأل الله التوفيق للجميع، وكل عام وأنتم بألف خير.